السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. إن شاء الله اليوم أكلة اليوم أكلة إن شاء الله صحية لذيذة مفيدة بزاف الجسم ديالنا، وهو العدس. العدس إن شاء الله غادي نقدم لكم بواحد طريقة زوينة مميزة صراحة، جديد بزاف بزاف. أتمنى يا ربي إن شاء الله تجربوه ويعجبكم. صراحة درته بالقديد وبالجزر، ان شاء الله تبعوا معايا المراحل ديالو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وكنتمنى نكون ان شاء الله كنفيدكم ولو بالشيء القليل في القناه ديالي. وكنتمنى اللي اول مره تيشوف القناه ديالي او تيدخل ليها وتيزورها يشترك فيها ويفعل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. وكنبغي نشكر الجميع اللي كياخذ من الوقت ديالو كيكتب ليا اي تعليق ولا اي حاجه محفز كيزيدني وكيساعدني انني نزيد لقدام ونكمل في هاد المسيره ان شاء الله باذن الله. صراحة كنبغي نقدم الشكر الجزيل لجميع الأخوة والأخوات اللي صراحة كيتواصلوا معايا يعني كيفكروني، كيبغيو وصفات، كيقولوا يعني كيساعدوني بزاف في القناة ديالي. كنبغي نشكرهم بزاف بزاف، وصديقات ديالي، الأخوات ديالي، جميع المتتبعين. باش ما نطولش عليكم، إن شاء الله نتمنى إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم بيا، وكيف ما كنقول لكم دائما وابدا ولو كان يفيدكم ولو بالشيء القليل. وكنبغي نشكركم كاملين وجزاكم الله خيرا. ان شاء الله ندوزو باش نحضروا هذه الوجبه الصحيه اللذيذه، صراحه لذيذه بزاف بزاف. نتمنى يا ربي ان شاء الله تجربوها وتخليوا لي في التعليق ديالكم اللي تيفرحوني دائما وابدا. وكنبغي نعتذر لكم على الغياب ديالي، صراحه مابقاش كنحط فيديوهات بزاف، عندي شي ظروف. والله يجعل سيدي ربي يوفقنا الخير ولما يحبه هو يرضاه. ان شاء الله ندوزو باش نحضروا هاد الاكله الصحيه اللذيذه. ان شاء الله غادي ندوزو باش نحضروا المكونات ديال هاد العدس ديالنا. عندنا بطبيعه الحال العدس، عندنا بصله مشلضه، عندنا جوج مطيشات محكوكين، عندنا خيزو، واحد جوج خيزوات مقطعين، والقزبر بالمعدنوس، معلقه ديال الهريسه، وشويه ديال الثومه، واحد ثلاثه دروس ديال الثومه، والتوابل عندنا التحميره، وعندنا شويه ديال الابزار، الكمون، الملح، والكركم. ان شاء الله دابا غادي ندوزو باش نحضروه في القابله ديالنا اللي غادي نديرو. غنديرو غير في القابله، ما غنديروش في الكوكوط. ان شاء الله دابا غادي نضيف المراحل ديالنا ديال باش غنحضروا هاد العدس. ان شاء الله ان شاء الله غندير القياس ديال العدس، نتوما على حسب الافراد ديالكم. تعرفوا العدس راه كيتزاد كيتبورك. هنايا درت العدس، درت ديك البصله اللي مشلضه قطعتها قطريفات صغار، من بعد ان شاء الله غادي نضيف ليه الجزر، جوج خيزويات هكا قطعتهم بهذا الشكل هكا مكعبات. من بعد غادي نضيف ليهم ديك جوج مطيشات صغار اللي محكوكين اولا مقطعين رقيق اللي بغيتو. انا هاد العدس نسمتو بالقديد، صراحه جا زوين بزاف بزاف. غادي نضيف واحد ثلاثه الريوس ديال الثومه اولا اربعه القياس اللي بغيتو، وغادي نضيف المنسم ديال هاد الطبق ديالنا وهو القديد. هذه صراحه راها المجبنه، غير قطعتها انايا باش درتها هكاك، يعني الناس راه عارفين شناهي المجبنه. وغادي نضيف ديك المعلقه ديال الهريسه كتعطي واحد النكهه زوينه لهاد العدس، وغادي نضيف القزبر والمعدنوس مقطعين. من بعد ان شاء الله غنضيف التوابل اللي كنت سبق ذكرت لكم، البابريكا، الابزار، الكركم والملح. الملح ما غاديش نكثروا بزاف على حسب هذا القديد ديالنا. من بعد غادي نضيف ليه زيت الزيتون، هادو هما المكونات اللي درت للعدس ديالنا.
من بعد هاد المكونات ديالنا غادي ناخذ ان شاء الله القياس ديال الماء اللي غادي يكفينا باش غيطيب لينا في هاد العدس. غندير الماء غليان كيف ما شفتوا القياس اللي غادي يطيب لينا فيه العدس. نحاول تنغطي هذاك العدس لانني غنقص عليه في هاد الكميله وغنخليه يطيب على مهل يعني على خاطرو باش يبقى محافظ لينا على الشكل ديالو ما يدوبش لينا بزاف هذاك العدس. صافي غادي نخلط هاد المكونات هادو كاملين، نخلط التوابل، نخلط كلشي باش ينسجم مع بعضياتو، وغادي نقص عليه العافيه تيغلى لينا شي شويه ونقص عليه العافيه تكون مهيله تيطيب لينا على خاطرو. صراحة وصفة سهلة يعني ما كتاخدش الوقت بزاف، وتالطريقة سهلة تضيفوا كل شيء في دقة واحدة ما كاين لا قليلة والو. ان شاء الله هنايا ها انتم كتشوفوا هنايا راه كيغلى لينا، من بعد ملي غلى نقصت عليه انايا العافية عيد تغلى لينا المرة الاولى وغادي نقص عليه باش يطيب لينا على خاطرو. صراحة رائحة زوينة بزاف بزاف، كتعرفوا انتم داك المكون ديال يعني المجبنة ولا القديد ولا حتى الكرداس كيجي فيه زوين بزاف في هاد القطاني ديالنا كلها. صافي غادي نخلي هاد العدس ديالنا ان شاء الله حتى يطيب لينا ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالو. هنايا ان شاء الله هانتوما كيف شفتوا العدس ديالنا ها هو راه وجد وبقى محافظ على الشكل ديالو يعني ما تعجل لينا ما والو. وضفت عليه هنايا شويه ديال القزبر والمعدنوس هكا خضرين كيعطيو حتى واحد المنظر زوين وحتى الشكل ديالو هكا كيجي زوين. من بعد ان شاء الله من بعد هاد المراحل اللي درنا في هاد الاكله هانتوما شفتوا الطبق كي جا صراحه رائع، نقدموا لكم ان شاء الله بالصحه والراحه. وهنايا حتى كنبغي نحطو عاد باش كنضيف ليه الكمون يعني كنخلي ليه الكمون لانه صراحه الناس اللي عندهم معده راه يعني العدس كيضرهم شويه هكا في المعده، انا بالنسبه ليا كيضرني شويه في المعده، كنضيف ليه هذاك الكمون يعني كنحاول نكثرو ما كيضرش سبحان الله العظيم مع الكمون. نقدموا لكم ان شاء الله مع هاد البطبيطات ومع هاد العصير ديال الليمون. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم ويعجبكم ان شاء الله هذا الطبق يعني الرائع والمميز والصحي كذلك يعني بالنسبه للصحه كتعرفوا الفوائد ديالو بزاف. شهيه طيبه الى وصفه اخرى ان شاء الله بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.